تأثير الذكاء الاصطناعي على الخصوصية. مع تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي تزداد المخاوف بشأن تأثيرها على الخصوصية. يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة فائقة، مما يجعل من السهل تتبع الأفراد ومراقبتهم دون علمهم. كما يمكن أن تشمل هذه المراقبة تتبع المواقع الجغرافية وتحليل المحادثات عبر الإنترنت، وحتى التعرف على الوجوه في الأماكن العامة. ويمثل هذا تحدياً كبيراً للخصوصية الفردية، ويتطلب تشريعات وتنظيمات قوية لحماية حقوق المستخدمين.